عليك حق. تعالوا نشوف بالله. كده السوشيال ميديا بيقولوا ايه واسئلتهم للمهندس كده ولا كده؟ خالد مرتجي هنا مسهلها لك اهو. خالد نبيل، مساء الخير عليك كابتن شوبير، تحياتي لسفير الاهلي المهندس خالد مرتجي. سؤالي للباش مهندس، عايزين نعرف شعورك اثناء قرعه كاس العالم وانت شايف ناديك بيوصل لاعلى مكانه بين الكبار وفي المباراه الافتتاحيه، قول. يعني شايف، حاسس بفخر، حاسس بسعاده، حاسس ب عارف ابو العروسه حلو بالظبط كده، حلو، يعني حاسس حلو بانتعاش. حلو. ايه اكتر جمله دايما تفتكرها عن الاهلي سمعتها من الراحل الفريق مرتجي وحسيت انها اتحققت بعد وجود الاهلي في اول نسخه لكاس العالم للانديه بشكلها الجديد؟ عظمه مصر في النادي الاهلي، عظمه مصر في النادي الاهلي. اللي بعده، نهال احمد، مساء الخير على حارس الاهلي وابن الاهلي المحترم خالد مرتجي. انا مش هساله لكن هشكره على كل اللي بيقدمه مجلس الاداره بقياده محبوب الاهلاويه محمود الخطيب في خدمه النادي الاهلي، وبتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم، ودائما الاهلي يفضل مشرف في الكره المصريه. دي رسائل اعتقد تسعدك قوي قوي. طيب ربنا يخليك يا نهال. شكرا يا نهال. اللي بعده، دكتوره جيلان علي احمد، دي من الاهلاويه العظماء على تويتر، انا ما بعرفش اقول على فكره اكس، بقول تويتر يعني. مساء الخير على نظر الاعلام الرياضي اللي بيرسم الخطوط والكل يمشي عليها من بعده، تحيات الوزير خارجيه الاهلي والوجهه المشرفه هندس خالد مرتجي. سؤالي هو ايه اكتر حاجه تتمنى الاهلي يوصل لها كمؤسسه رياضيه وليس على مستوى كره القدم او الحصول على بطوله فقط؟ بص يا دكتوره جيلان، النادي الاهلي مش مؤسسه رياضيه فقط، النادي الاهلي كيان مؤسسي بيشتغل للرياضه، بيشتغل للمجتمع، عندنا مؤسسه مجتمعيه، بيشتغل انشاء، بيشتغل لاعضاء جمعيته العموميه. النادي الاهلي مش فقط رياضه، والحقيقه يعني انا بقول ان انا حظي حلو ان انا موجود في هذا المجلس المحترم بقياده الكابتن محمود الخطيب، اللي النادي الاهلي النهارده عامل 4 شركات، النادي الاهلي النهارده عنده مؤسسه مجتمعيه لمسؤولياته المجتمعيه. هي بتقول لك اكتر حاجه بقى تتمنى الاهلي يوصل لها ايه؟ كنادي كمؤسسه يعني تتمنى ايه؟ اتمنى النادي الاهلي ياخد كاس العالم. ياخد كاس العالم. طيب يلا اللي بعده، محمد البنا، بحترم خالد جدا جدا من سنين وبشوف فيه مثال للاهلاوي المخلص حقيقي للنادي وتغليب استقرار المجلس ومصلحه الاهلي فوق طموحاته ومصالحه الشخصيه. والله رسائل من اللي بتسعدك. ربنا يكرمك يا محمد. شكرا يا محمد. اللي بعده، الاحمد اللبداني، مساء الخير كابتن استاذ شوبير، لانك استاذ في الحوار الرياضي الممتع، تحياتي لوزير خارجيه الاهلي الاستاذ والكابتن وابن البلد الاصلي. سؤالي لحضرتك، ما ينقص الاهلي في كاس العالم الارضيه القادمه للاهلي اسم عالمي حاليا، واخبار الاستاد العالمي ايه؟ هتلاقي دايما مطالب بلعيبه ولعيبه تقال في كاس العالم، ودايما سؤال الاستاد ده مهم جدا يا باشمهندس خالد. خلي ثقتك يا احمد باشا في مسؤولين كره القدم في النادي الاهلي، وتاكد انهم هيعملوا ما هو لصالح النادي الاهلي، وهيجيبوا احسن الناس، احسن اللعيبه اللي تفيد النادي الاهلي. اما بالنسبه للاستاد، هتسمع خبر جامد جدا قريب جدا، في النهارده شركه القلعه الحمراء وهي المسؤوله النهارده عن تسويق الاستاد وبنى الاستاد، والحقيقه كلهم افاضل برئاسه محمد كامل ومعاه 11 وزير سابق، فتاكد ان النادي الاهلي ماشي في خطى مهمه جدا، واتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى الكابتن محمود الخطيب يبقى هو رئيس النادي ان شاء الله المره الجايه، لان احنا كلنا حقه علينا ان هو يبقى موجود، عشان يبقى ده اللي ناقص في وجود محمود الخطيب في رئاسه النادي الاهلي، ان هو استاد النادي الاهلي يتبني في عهد محمود الخطيب. محمود الخطيب بمجلسه بفضل الله سبحانه وتعالى اللي عملوه في الكام سنه اللي فاتوا، متهيألي وده ما ينتقصش من حق المجالس اللي قبل كده، لكن سواء طفره رياضيه انشائيه خدميه متهيألي ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي. طيب هنا بقى خبرين مهمين يتاخدوا، ان هناك تدعيم ان شاء الله قبل كاس العالم للانديه، ده ما اللي انا فهمته، وانه في خطوات متسارعه في مجال بناء استاد النادي الاهلي، والمهندس خالد مرتجي قال قريبا جدا هتسمعوا اخبار سعيده في هذا الامر. استاذنك نرجع تاني لبعض الاسئله لانه عندنا اسئله كتير، وبعتذر الناس ان احنا اتاخرنا شويه. كابتن سعد فاروق، الف سلام وتحيه على اغلى الاهلاويه وقناتنا اللي مشرفانا في المجره الكونيه.
مع رارارارا والمهندس خالد مرتجي رمز الانضباط والثقافه والواجل البشوش توم كروز الرياضه. اول مره اسمعها دي، اول مره اسمعها، حلوه دي يعني. سؤالي، لماذا لا يسند حلمنا بانشاء استاد الاهلي لاحدى الشركات العالميه سريعا؟ اولا اشكرك على الكلام الحلو ده. توم كروز، مستر توم كروز مرتجي. حلو. نعم. توم كروز حلو. كابتن سعد، احنا عندنا شركه اللي هي قلعه الحمراء زي ما قلنا. فيها 11 وزير سابق ما شاء الله، ناس بتشتغل ليل نهار، وان شاء الله باذن الله تعالى على يعني قريب جدا. انا احساسي المره دي غير كل مره، لا لا، حاسس ان الامور بتقترب. محمد كامل لهلوبه يعني بصراحه، وعامل شغل ومعاه ناس بتساعده جامد. فلا حقيقه هتسمع حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. اللي بعده، احمد بوشكش، مساء الخيرات على كابتن شوبير وعلى وزير خارجيه الاهلي خالد مرتجي، رجل كل المراحل. هل انت متفائل لما شفت مجموعه الاهلي في كاس العالم للانديه؟ انا على طول راجل، انا متفائل بطبعي يعني. نعم. حتى اما الاهلي بيبقى مثلا لا قدر الله في يعني دروب او حاجه، في دروب ولا حاجه، عمري ما متفائل. لان بص، اللي وراه جمهور زي النادي الاهلي ده ما ينفعش يتشائم، لان الجمهور اللي عندنا ده يعني يهز جبال فعلا، ويخلي الحديد يتكلم يعني. طيب شكرا بوشكاش. محمد منجد، هو صحيح خبر ان رونالدو ممكن يلعب مع الاهلي في كاس العالم للانديه القادم؟ رد بقى. لا ما عنديش معلومه، بس ما يعني ما يعني ما يعني يلعب ازاي؟ يلعب ست اشهر يعني ويرجع؟ لا، يلعب بالبطوله، يجي لك اعاره. ده السؤال اللي سالته لك في البدايه. ما عنديش معلومة الحقيقة، لكن دي برضو أرجع أقول دي مش بتاعتي. وهل ينفع ولا ما ينفعش؟ وهل أنت عايز واحد زي رونالدو، ولا عايز واحد عايز ينحت في الحديد عشان يكسبك ويشتغل معاك؟ أنا معرفش برضو. الناس دي مش بتقول وجهة نظرها يعني، أنه تاني رونالدو وميسي قدام بعض وفي مباراة رسمية، ده كان الحلم. الأهلي يا كابتن، الأهلي وإنتر ميلان، مع كل احترامي لرونالدو وميسي، ده الأهلي. صعب، يبقى صعب. اللي بعده، نبيل المصري، مساء الفل يا كابتن شوبير، مساء الرقي، حلو قوي مساء الرقي على وزير خارجيتنا الباشمهندس خالد مرتجي. اولا نقول لك مبروك على منصبك الجديد، وربنا يرحم سياده الوزير العام لفاروق. عاوزين نعرف خطه تدعيمات الفريق استعدادا للمونديال، ومنورنا ومشرفنا دايما. كان غيرك اشطر، انا بقالي من اول الحلقه. ان شاء الله ان شاء الله اكيد هيبقى في تدعيمات. وخليك عندك ثقه برئيس النادي بتاعنا ورجل ايقونه الكره الافريقيه، ومع الجهاز اللي معاه ولجنه التخطيط، تاكد ان الناس دي ما بتنامش علشان تعمل حاجه تسعد جماهيرنا في الاخر. اللي بعده، فتحي زيدان، تحيه من القلب الناظر الاعلام الرياضي قدر المهندس خالد مرتجي. سؤالي، هل يتم تدعيم الاهلي بصفقات لبعض المراكز في الفريق تناسب المرحله القادمه من المشاركه في عده بطولات كلها، وتناسب ايضا طموح محبي وعشقي اعظم نادي في الكون؟ هي كلها طبعا، لانه هو ده الحقيقه السؤال الاهم يعني. هو اكيد. نعم. يعني اكيد هيحصل، اكيد، لكن زي ما اقول ادي الفرصه للناس تشتغل. بس